أقيم بالقرية احتفالا بالذكرى 93 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وقام بإحياء الذكرى والتحدث في الندوة الدكتور حسن نفع. التجربة الناصرية قدمت إنجازات هائلة لمصر في الفترة الناصرية. حققنا الاستقلال الوطني، كان دور مصر في العالم العربي وفي أفريقيا دور رائد، ساعدنا معظم حركات التحرر الوطني في العالم العربي وفي أفريقيا، كان لمصر مكانة عالمية، وأيضا كان الشعب المصري يحس يدرك أن هناك حدود دنيا للعدالة الاجتماعية، لم يكن التفاوت الطبقي على هذا النحو الذي نراه الآن، الفجوة بين الفقراء والأغنياء لم تكن بهذا الاتساع، ولم يكن الفساد بهذه الدرجة من العمق والتجذر في الواقع الاجتماعي. ولذلك أعتقد أن صورة جمال عبد الناصر هي الآن صورة زاهية جدا في أذهان الناس، لأنهم يرونه زعيما وطنيا مخلصا لم يبع بلده ودافع عن عزتها وكرامتها، ونحن الآن في أمس الحاجة إلى من يدافع عن كرامة مصر وعزتها وموقعها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية، وأيضا نحن في أمس الحاجة إلى من يحقق العدالة الاجتماعية.